صافي يا عمو لاخا ها عندي ايش يعني مسكوني هذا الولد لا 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 ما نور هذا هذا الولد بضربوا بالنبال بشار وخنزية شو بتعمل لنا روح شو بتعمل لنا الله يحرق اولاده الله يحرق اولاده طلع ايده هون الله يحرق اولادك يا بشار 27/8/2016 حلوة ضرب بالنبال طار عشان ما ارتفع طيب وزي طلع لهنيك طلع حبيبي طلع لهنيك يا قلبي هاد شو الله يحرق قلبي شوف يا دكتور من انت فاضل شيلوه يا هون ولا عمها خليه خليه